السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المتابعين ومشاهدي شاشة تلفزيون قطر. نرحب فيكم من جديد في برنامجكم زاوية. يسعدنا في هذه الزاوية في هذه الحلقة أن نستضيف واحد من أساطير كرة القدم القطرية ونادي السد الكابتن دكتور سيف الحجري. دكتور سيف مساك الله بالخير، احنا سعداء جدا اليوم بتواجدنا عندك بعد. حياكم الله، مرحبا وسهلا. دكتور، في البداية حدثنا عن بداياتك وطفولتك. نعم طبعا، كما كان مدرج في الماضي في الستينات والسبعينات في دولة قطر، كان عبارة عن المدارس كانت نشطة من الناحية كرة القدم وأيضا الفرجان، وأنا طبعا كنت في القسم الداخلي، وكان القسم الداخلي أيضا يضم نخبة من شباب قطر من الشمال ومن الغرب، دخان وبعض المناطق القريبة من الدوحة. فكنا طبعا نلهى في كرة القدم، وكان هناك الكثير للعمر الطفولة في تلك الفترة. ولا شك كان أيضا كرة القدم كانت هي يمكن إحدى الأنشطة الرياضية المحببة في قطر، بالإضافة إلى الطائرة والسلة واليد، هذه كانت الألعاب السائدة. وكرة القدم كان هي بالفعل تسود وكان محببة، وكنا قريبين من ملعب الدوحة لكرة القدم، وبالتالي الطفولة هي بالفعل كأي مرحلة من مراحل الطفولة كان أنا عبارة عن قضاء وقت تقريبا يومي في المدرسة أو في القسم الداخلي أو في الفريج في لعب كرة القدم. تذكر من اللي كان معك دكتور في ذاك الوقت في القسم الداخلي؟ والله مجموعة من اللاعبين، المرحوم سعيد المسند كان من الناس الموجودين، كان أيضا بعض اللاعبين اللي كانوا في الخور معظمهم أو في منطقة شمال، لأن سكان الدوحة كانوا هم في الحقيقة قريبين من بيوتهم، فكانوا معظمهم من لاعبين الخور في الواقع اللي كانوا معنا، وشوي من الشمال اللي كانوا طبعا النادي ما كان موجود، ولكن نادي التعاون كان موجود، وبالتالي كان بالفعل هؤلاء اللاعبين هم يمثلون معظمهم من مدينة الخور. دكتور، في البدايات ما بعد القسم الداخلي؟ طبعا ما بعد القسم الداخلي المدارس الثانوية الإعدادية والثانوية، ثم بعد ذلك طبعا نادي الوكرة. وأنا موجود في القسم الداخلي بديت ألعب في نادي الوكرة. سنة كم دكتور؟ يعني هذا عام كان 75. ما شاء الله. نعم. عام لا 65. 65. عام 65 بديت مع نادي الوكرة، نادي الوحيد اللي استقبلني، يعني رغم أني كنت تقدمت لنادي التعاون، بس طبعا ما حظني الحظ. كنت عمري صغير، وكان في المرحلة الماضية كان يختارون اللاعبين اللي عندهم طبعا جسم وعندهم قوة أكثر، واستضافوني نادي الوكرة. بديت في نادي الوكرة بالفعل، لعبت معهم لمدة 5 سنوات، معي كان طبعا اللاعب أيضا كابتن نادي الوكرة حسن القاضي ومجموعة أخرى من اللاعبين، بس حسن القاضي كان هو يمثل في الحقيقة الوكرة في المنطقة في تلك الفترة. ثم بعد ذلك مرحلة جديدة، بديت المنتخب سنة 70 مع نادي السد. قبل أن نجي كابتن لمرحلة السد والمنتخب، شلون هذه السنوات كانت؟ أصلاً مثل ما عرفنا بدايتك ما كانت كمهاجم. أنا كنت بديت في الحقيقة مهاجم، ولكن كنت رغبتي الحارس في البداية. بديت يعني رغبتي أني ألعب حارس في بداية عمري، ولكن كنت أيضا عندي شغف أني أصل إلى الجول، فكنت دائما أتحرك من الحارس إلى المقدم، وبالتالي بالفعل انتقلت يعني بدون تخطيط معين إلى جناح أيمن، لأن أنا كنت سريع أيضا، كنت ألعب 100 متر سباق 100 متر كنت ألعبها في فترة أيضا قطر كانت تنظم بعض، وكنت من يحقق أرقام في 100 متر، وبالتالي اخترت أن ألعب الجناح أيمن لحسن السرعة، لأن هاي المنطقة تحتاج واحد سريع، وأيضا هي خالية من الجهة اليمنى، أنت تلعب على الخط،
فما في احتكاك بشكل كبير، ففضلت أن ألعب في هذا الموقع اللي هو بيعرف لعبته طول حياتي، وكنت أتحرك شوي إلى الخلف وإلى النص في بعض الأحيان، ولكن كان بالفعل المركز اللي أنا أجيد فيه الجناح الأيمن. الفترة اللي كانت موجودة في الوكرة انضمامك للفريق الأول و... طبعا الوكرة طلبوا أني أنضم لهم، أنا ما لعبت في الفريق الثاني، انتقلت على طول. الثاني اللي هو الشباب في ذلك الشباب الوقت. أيوة ما كنت ألعب في الشباب، دخلت الوكرة وبديت على طول في الفريق الأول، وكان في الحقيقة النجومية بدأت تظهر مع نادي الوكرة، وكنا طبعا ننافس في بعض الوقت، ولكن كانت هناك أندية أيضا قوية مثل عروبة، مثل التحرير، مثل الوحدة. نادي السد طبعا بدأ متأخر شوي نوعا ما في 69، وبالتالي نجاح كان من الفرق، فكنا التعاون كان من الأندية المتواجدة في تلك الفترة، وكان الدوري في الحقيقة يعني ساعدني أني أكون نفسي بشكل جيد، لأن الدوري كان منتظم، وبدأ أيضا عملية تنظيم بطولة الدوري وكاس الأمير أيضا كان في الفترة هذه، وكان لي أيضا فترات انتقال إلى اللعب في أبوظبي. هذه النقطة اللي كيفيجية مع الوكرة ما حققت شيء؟ لا الوكرة طبعا ما حققنا، لأن الواجهة الوكرة كان في الفترة هذه هو من الأندية المتوسطة، لكن رحت الإمارات ولعبت في الأهلي وحققت هنا. نعم لعبت في نادي. حدثنا كابتن عن هالفترة. نعم أنا كنت طبعا أنتقل في فترة صيف إلى أبوظبي وإلى عمان، فبالتالي هذه كانت في فرصة أني ألعب في أندية أبوظبي وأندية عمان، فلعبت في نادي الوحدة اللي هو الوحدة حاليا، الوحدة نادي حالياً. الأهلي سابقا كان اسمه الأهلي. إيه فلعبت كأس شيخ زايد الأول والثاني، وبالفعل حققنا البطولتين لسنتين متتاليتين، وكان نادي العين من الأندية المتوفرة في نفس الفترة اللي كنا نلعب ضدها، ما كان دوري الإمارات بهذا الكثافة اليوم الحالي. إيه وكان محدود، فكنت أذهب وألعب معهم البطولة كأس شيخ زايد، فلعب شيخ زايد الأول والثاني، وأيضا لعبت في نادي صور نوع قليلا ونادي فنجة أيضا في لأن كان هاي فترة الصيف كان ما في انقطاع مثل حالي، وزمان ما كان الأنظمة لتحدد عملية. اللي كنت بسألك يعني ما في استغناء أو إنه موافقة النادي نادي الوكرة مثلا؟ ما في، حتى هني في قطر ما كان في استغناء، بمجرد الموسم انتهي يصبح اللاعب طليق، يعني حر أن ينتقل دون أوراق، دون أي مبالغ معين، دون عقود، كان هناك نوع من البساطة في الواقع في عملية الحركة والانتقال واللعب في أندية قطر وخارج دولة احتراف قطر. لكن طعم الهوى. إيه نعم، ما كان طبعا الاحتراف اللي هو اللي نعرفه اليوم، لاعب يعني يدفع لمبالغ أو لاعب يوقع عقود لمدة معينة، لا انتهى الموسم أنت حر، توقع في بداية الموسم لنادي معين تستمر إلى نهاية الموسم، نهاية بعد نهاية الموسم تصبح حرا إلى أن توقع للسنة الدوري اللي بعد. كابتن بعدها المحطة الثانية اللي كانت لك في قطر. نعم. مع نادي السد. نعم طبعا محطة نادي السد أنا لعبت آخر الدوري سنة 69 لعبت ضد السد وأنا في الوكر، فسجلت حوالي 5 أهداف على السد ما شاء الله في هذه المباراة، فطبعا كان الشيخ حمد الأمير الوالد وأعضاء نادي السد طبعا حاضرين في هذه المباراة، فطبعا بعد المباراة هم طلبوا مني، يعني ما كان في وضوح طلب واضح، لا ما كان فيه، فطبعا انتهى الموسم، كانت من مباريات خلاص نهاية الموسم لتلك السنة، طبعا أنا سافرت إلى أبوظبي مثل ما ذكرت، لعبت هناك في فترة الصيف، ما وعيت إلا في 2 من نادي السد جايين إلى أبوظبي، طبعا زمان أبوظبي بلد مدينة صغيرة ومحددة ما فيها يعني الحجم الموجود اليوم، لا توجد تلفونات العصرية هذه ولا في عناوين معينة ولا انتقال يجون، لا فهم جو طبعا يبحثوا، ما كان في كثير من أماكن اللي يعني واحد يبحث فيه، فوجدوني في عمارة، كان في عمارة اسمها عمارة الشيخ خالد
يعني من هي يمكن كان العمارة الأوحد في أبو ظبي في تلك الفترة. هذا الكلام مثل ما قلت في سنة 70، فقالوا لي لا نبغى ناخذك للدوحة. وينك تدورك؟ وندور عليك وكذا. فطبعاً تقدر تذكر لنا الأشخاص اللي جوك دكتور؟ جوني محمد خليفة العطية، كانوا لاعب من نادي السد، وفيكتور نظيم. فيكتور نظيم هذول لاعبين من لاعبين نادي السد في تلك الفترة، وجو في السيارة طبعاً، ما كان جو في الطيارة، لأن الطيارة كانت شوية بالنسبة لهم مشكلة. نادي الوكرة كان دائماً ينتظر في المطار في فترات عودة اللاعبين، وكانت طبعاً الأندية هني حريصة جداً إن الأسبوعين اللي يتم فيها توقيع على العام الجديد إنهم يحموا لاعبينهم، حاولوهم إنه يحموهم. فنادي الوكر كان أي طيارة في المطار. أي نعم، كان أي طيارة تأتي هم موجودين فين؟ في المطار. وما كانت طيارات بالكم الموجود اليوم، يعني هي في الأسبوع يمكن طيارة واحدة تأتي اللي هي أم أحمد، طيارة الخليجية. فطبعاً السد شافوا إنه بالفعل من الصعب إن يحصلوا عليه من خلال المطار، فسووا جو بالسيارة. وأتذكر سيارة يابانية بيجو، لا سيارة فرنسية على مثل بيجو صالون، لأنه ما كان في طرق في الماضي. بس كان في واحد ماهر جدا سائق، عنده القدرة على سواقة في المناطق الرملية والسبقة من هنا لأبو ظبي. كانت يعني الأرض مفتوحة، ما في شارع معين. فجو قالوا حنا ناخذك إلى الدوحة، فطبعا خذوني من الوكرة إلى الدوحة من خلال البر. طبعا ما كان على علم الوكرة، وإلى أن خرجت، يعني قعدت يمكن 3-4 أيام إلى أن خرجت قائمة بالكشوفات والتوقيعات. فطبعا وقعت مع نادي السد، وبالتالي هذا كان الانتقال المفاجئ بالنسبة لنادي الوكرة. وطبعا كانوا نادي الوكرة بالنسبة لي أيضا من الأندية اللي لها كل التقدير، وأيضا الأكثر شيء يعني حببني فيهم الناس كانوا يعني أصحاب قيم وحبا للاعبينهم وحرصهم على ناديهم، وكان عندهم وفاء. خاصة أبو عيسى كان من رواد ومحبين هذا النادي، بالإضافة إلى الآخرين من رواد الذين أنشأوا نادي الوكرة في تلك الفترة. وكان انتقالي طبعا مهم بالنسبة لي، بحيث أني ألعب في نادي أكثر قدرات وأكثر إمكانيات، وأيضا انتقالي إلى المنتخب في نفس السنة. شلون مسيرتك مع المنتخب؟ قبل أن نرجع نتكلم عن مسيرتك مع النادي، الانضمام الأول للمنتخب. نعم، سنة 70 طبعا انضميت أنا، وكنت من ضمن منتخب قطر في دورة الخليج الأولى. ما استطعت على اللعب، كنت لا زال حجم صغير، ولكن كنت موجود من ضمن المنتخب، من ضمن الكشف اللي موجود في البطولة في البحرين، ولكن ما لم ألعب، لم أشارك. الدورة الثانية طبعا كنت من ضمن اللاعبين الأساسيين، ولكن أيضا أصبت قبل الدورة بفترة قصيرة. الثانية اللي كانت في الرياض، في الرياض لما تمكن أيضا سادني تمزق. دكتور إذا تسمح لي، من مدربنا في الأولى؟ الأولى كان سوداني، مدرب سوداني خيري. هذا مدرب، هو أول مدرب تقريبا يدرب منتخب. وبعد ذلك الثاني كان فرانك ويجنال، هذا بريطاني الإنجليزي. أوكي. وبعدين طبعا جو مدربين الآخرين اللي هو جيمي، أيضا هو مدرب بريطاني، وأيضا اللاعب أو المدرب المصري المصري حلب حسين، من المدربين اللي أنا عاصرته في 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 أثناء المنتخب. وحتى حسن دقدق درب فترة معي، عثمان درب في فترة ما المتيدا. هذول المدربين اللي كانوا في الحقيقة في بداية الفترة الأولى. ثم جاء المدرب البرازيلي لفرستو عام 1970، يوم كنا أول مشاركة لنا في كأس الخليج. من كان رئيس الاتحاد دكتور؟ كان رئيس الاتحاد الأنصاري، أحمد الأنصاري. أحمد الأنصاري، نعم. وكان عبد العزيز
كان الأمين عام للجنة الرياضية عبد العزيز، والله نسيت اسم الثاني، أيضا مشهور من الناس المؤسسين للرياض، ولكن أحمد الأنصاري كان في فترتين. 72 في الرياض أصبت الخليج الثانية، أصبت قبل البطولة، أصبت قبل البطولة لم أشارك، ثم شاركت في البطولة الثالثة في الكويت، كنت لاعب أساسي وسجلت أسرع هدف على الإمارات في الدقيقة الأولى والنصف أظني من المباراة، وأيضا شاركت في البطولة الأخيرة اللي لعبتها في قطر. قبل أن نتكلم في الرابعة دكتور، نعم. الثالثة كان منتخبنا شوي تطور وخدنا الثالث، أخذنا الثالث، بنتكلم عن الجزئيات بعض الجزئيات. نعم بالفعل حين أخذنا الثالث، والكابتن محمد غانم أخذ أحسن لاعب في البطولة، وبالتالي خرجنا في الحقيقة بسمعة طيبة، وتم تكريمنا من الشيخ خليفة في هذا العام، لأن بالفعل بدأ المنتخب القطري يتطور وثابت، إخفاقات كانت في الدورة الأولى والثانية، والأولى ما كانت سيئة في الحقيقة، لأن أيضا خدنا أفضل لاعب لخالد بلان الله رحمة الله عليه، من اللاعبين اللي أيضا برزوا، ولكن بدينا بالحالة مرحلة جدية في الثالثة والرابعة اللي أخذنا أيضا هنا في قطر الثالث. دكتور خلنا شوي نرجع للسبعين ونتكلم شوي مرة ثانية مع دكتور الكابتن سيف الحجري عن مسيرتك مع نادي السد من بعد السبعين. نعم طبعا أنا مسيرتي كانت متميزة في نادي السد، أنا حققت مع نادي السد 16 بطولة ما شاء الله، بين الدوري والكاس وكاس الشيخ جاسم، بالإضافة إلى أن أنا يمكن اللاعب الوحيد في النادي لم أحصل على إنذار طول حياتي الرياضية إن شاء الله تبارك الرحمن أو طرد، طبعا كنت أيضا، فبالتالي هذا كان إسهام جيد أن لم أسيء إلى الفريق أو أبعد من الفريق في فترة أن الفريق يحتاج إلى مجهودي، لأن كان عندي قناعة بأن هذه اللعبة منذ طفولتي يعني فيها مستلمات، يعني ما في لاعب ممكن يعتدى عليه بقصد أو بدون قصد، ما في لاعب ممكن يمكن لا الحكم لا ينتبه ويشعر بالظلم إن الحكم لم ينصفه، ما في لاعب أيضا لم يضايق الجماهير الخصم يعني ويسبوه ولا، فأنا كنت أعرف أن هذه مسلمات، أما أتقبل هذه اللعبة بمسلمات أو أترك اللعبة، لأن هذه جعلني أني أنا ما عندي رد فعل قوي، الجمهور اللي كان يسبني أنا كنت في أسعد حالاتي يعني أنا أبتسم له، لماذا؟ لأن أنا كنت أشعر بأن أنا موجود في الملعب. وبعدين طبعا هذه الفترة أيضا زرعت في قيم الرياضة، هي قيم قبل أن تكون ميدالية أو كاس أو بطولة، هي قيم، القيم هذه ماذا؟ أولا احترام القانون، لأن يعني فيها قانون فيها أنظمة، وبالتالي أنت لابد أن تكون جاهز لاحترام قانون اللعبة، أيضا احترام الخصم، لابد أن تكون عندك روحك، لأن أنت لا يمكن أن تتراجع إذا أنت لم تحترم الخصم في الملعب، أيضا هذه اللعبة تتطلب العمل الجماعي يعني وعدم الأنانية، وبالتالي هذا مهارة أيضا، أنت كيف تلعب مع مجموعة وكيف تتكيف معهم، أيضا هذه اللعبة فيها الأمل، هو أعظم ما فيها اللعبة قيمة الأمل، يعني أنت ممكن تفوز في أي ثانية من المباراة، يعني يمكن تلاحظوا في المباريات اللي فاز فيها الفريق العراقي من يومين، في الثواني 20 ثانية كان المباراة منتهية، جات بلنتي، يعني إذا أنت كان متعادل فاز في 20 ثانية، إذا أيضا الأمل دائما قيمة عظيمة جدا، أن يكون دائما عندك أمل، عرفت كيف؟ وبالتالي هذه قيم عظيمة تعلمتها وفادتني أيضا، ليس فقط في الملعب، فادتني في حياتي الطبيعية، سواء كان في الجامعة أو في المدرسة أو في تعاملي مع الآخرين أو في خدمة مجتمعي، لأنها بالفعل تنعكس على سلوكياتك، إذا هذا اللي أنا أدعو بالفعل النشأ والشباب بأن هذه اللعبة هي تضم العديد من قيم، فيها كثير من المنافع
الرشاقة، الصحة، الذكاء. إذا أنا أيضا ما كنت فاشل في المدرسة، يعني رغم أن ألعب في المنتخب وفي النادي وفي المدرسة وفي الجامعة، يعني كنت من 10 الأوائل طول حياتي الرياضية، وكملت الجامعة أيضا من العشر المتفوقين في كلية العلوم، رغم أن أنا كنت في المنتخب، يعني ألعب، وأنا حتى في الجامعة كنت لازلت ألعب في المنتخب وأروح المعسكرات، بس كان الكتاب بالنسبة لي هي وقتها واللعب وقتها يعني. وبالتالي الرياضة لن تكون يوم من الأيام في الحق عائق أو عالة على سلوك الإنسان أو التطور العلمي أو الثقافي، ولكن هو لابد أن يستفيد من هذه القيم ويطبقها في حياته في الملعب وخارج الملعب، حتى يظهر بالفعل بلاعب الذي نرجو أن نراه دائما يعني. فهذه فترة جميلة في نادي السد، وأيضا حضور والانتماء للنادي هو يتطلب أيضا أن تكون حاضرا عقليا وجسديا، لأن النادي مسؤولية وأنت في المنتخب مسؤولية، يعني أنت تشوف الضغط النفسي الذي على اللاعب، 11 لاعب يعني راح نلاحظ غدا وبعد 11 لاعب في قطر، هناك آلاف من الجماهير تنتظر منه، فبالتالي هو يحمل أمانة قوية جدا، فبالتالي لابد أن يكون أيضا عند القدرة على أن يبني هذا النوع من الخبرة في التركيز، في تحمل الضغط النفسي والجسدي، قد يلعب فترة أطول من فترة 90 دقيقة لأي ظروف، قد يعد في بيئة صعبة حارة أو باردة أو ممطرة. إذن هذه كلها مسلمات لابد أن اللاعب يضع في الاعتبار حتى يحصل في الحقيقة على المحصل الأفضل في هذا الجانب. دكتور، بالإضافة لهذه السنوات اللي قضيتها في نادي السد، من الناس اللي مروا عليك من الإداريين اللي عشرتهم إداريين رؤساء الأندية؟ والله الأندية كانت في الحقيقة يعني هنية قف وقفة احترام والتقدير في الحقيقة للجيل اللي كان بالفعل جيل يضحي من أجل قطر، يعني وعدد كبير من الأجيال اللي كانت موجودة. سلطان السويدي كان يعني الله يعطي العافية، كان من الرموز الذين كان لهم إسهامات كبيرة في الرياضة القطرية. عبد الله بن حمد العطية، ناصر العلي، محمد العلي، هذول طبعا كانوا من رواد نادي السد في الماضي، كانوا طبعا هناك عيال مصطفوي في الأهلي، العربي كانوا الهتمي والمجموعة، الدكتور عبد الله المال من الناس اللي كان إسهاماتهم واضحة. الخور كان أيضا مجموعة متميزة من الكوادر الذين ساهموا في فترة الماضي. من الأندية أيضا القديمة كان طبعا العروبة، كان الشيخ جاسم وأولاده، هذول كانوا أيضا. تحرير كان أيضا مجموعة متميزة من الناس. إذن بالفعل كان لأن الإمكانيات بسيطة، البداية صعبة، ولكن كان الهمم عالية لهؤلاء القادة الذين كان، وكان أيضا هناك نوع من التسامح، نوع طبعا تحدث بعض تحديات وهذا، ولكن أخيرا نجدهم في الواقع هم في أخوة يعني، لا تتراكم بينهم لا أحقاد ولا، فكان هذا ساهم أيضا أن الأسر الرياضية، رغم أن اللاعبين كانوا ينتقلون بشكل يعني سنوي إلى أندية أخرى، يعني نتيجة المنافسة اللي كانت موجودة. طبعا هي أيضا لا ننسى في الحقيقة المرحوم سحيم بن حمد وأولاده، شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، الشيخ حمد، هذول أيضا كان لهم إسهامات في نادي قطر، وبالتالي كان لهم الأثر الطيب، ونقلوا الراية إلى الأجيال بعده،
طبعا، وهنا في الحقيقة أيضا نشيد على كل من ساهم في الرياضة القطرية، لأنها أصبحت اليوم في الواقع يعني تنافس في آسيا، وأصبحت لها أيضا إسهامات سواء كان في مجال تحقيق نتائج أو في مجال إسهامات في التنظيم وأيضا قيادة الرياضة في الإقليم. نلاحظ أن هناك أيضا نخبة من القطريين موجودين في المنظمات الإقليمية والدولية في الرياضة بصفة عامة. إذن محمد همام طبعا من أيضا الركائز اللي كان أيضا خدموا نادي الريان بشكل جيد والاتحاد القطري. إذن بالفعل نخبة، وطبعا يمكن ما سمح للول أو ما وزمن الحظ أن أحفظ جميع الأسماء، ولكن هناك العديد من الأسماء التي كانت لها الأثر الطيب. دكتور، صورنا مع العديد من أخوانك وزملائك اللي عاصروك، اللي أكبر منك واللي أصغر منك، وإن شاء الله كلكم كبار قدر، لكن كانوا دائما يقولون أن معظم الصور اللي عندنا كلها الدكتور سيف هو اللي مصورها. بالفعل تدفعك الفترة الأولى ما كان عندنا الإعلام الرياضي بالمنطقة اللي كنت أنا الوحيد اللي كنت أحمل كاميرا في المنتهى أوثق الرياضة في الفترة السبعينات، لما رحنا كأس العرب، لما رحنا إيران، رحنا إيران في جولة طويلة، رحنا بندر بهلوي وشيراز وطهران. هذا معسكر كان دكتور؟ إيه معسكرات، وفي منها بطولات العراق، لعبنا في العراق. فكل الصور اللي كانت في الفترة هذه بالفعل أنا كنت أوثقها. طبعا لما أرجع أعمل عدد كبيرة منها ووزعها على من؟ على اللاعبين، وسلمت هذه الأفلام للهيئة العامة للشباب والرياضة، لأن كنت أيضا أنا ماسك الهيئة العامة للرياضة في الجانب التخطيط في هيئة في فترة الشيخ محمد بن عيد وناصر العلي، فكنت أنا في إدارة هذه الإدارة اللي فيها علي عيسى رحمة الله عليه. هو كان طبعا أنا جبته معي لأنه كان أيضا يحمل الكثير من التوثيق، فتم تسليم كل الأفلام والصور، والصور اللي تشوفها بعض الصور الموجودة حاليا بالفعل هي كانت تصويرك وساهمت في الفعل، لأنه ما كان في توثيق لا في الدول اللي كنا نزورها ولا كان من قطر من قبل الجهات الإعلامية. دكتور، بعد اعتزالك من المنتخب في 78 وصلت إلى 83 قررت الاعتزال، وكانت في مباراة اعتزال لك مع نادي الزمالك المصري. نعم، أنا طبعا اعتزلت سنة 82 بعد جولة صعبة من إقناع النادي، وكان الزمالك من الأندية اللي جات فاروق جعفر وحسن شحاتة من النجوم اللي كانوا في فرق الزمالك، ولعبنا طبعا هاي المباراة. حنتذكر أن فزنا في هذه المباراة، وكان عندنا عبيد بيلي اللي هو غانا، كان من ضمن اللاعبين اللي أنا لعبت معه في فترة السد، كان موجود معانا. ثم طبعا ذهبت إلى أمريكا، لعبت في فريق شارك في أمريكا أيضا، هذه نقلة أخرى لما رحت أدرس في أريزونا في فترة 84 بدأت كرة القدم تنتشر في أمريكا وكان عندنا عيال المصطفوي، هم أيضا كانوا سبقوني في أمريكا، وكان في فريق تم تشكيله من قبل الأمريكان وأيضا مجموعة من الوافدين. لعبت كاس دوري ولاية أريزونا في تلك الفترة المدينة، وطبعا خدنا الأول، وتلك المباراة الأخيرة طبعا صادني الرباط الصليب، ومن هناك طبعا اعتزلت كليا عن الرياضة. ما كانت العملية صعبة تنعمل، يعني في الثمانينات العملية لم تكن بيسر الموجود اليوم. ذهبت إلى الطبيب، طبعا الطبيب قال لي ما دام أنت اعتزلت أنصحك أن ما في داعي تعمل، أن العملية يعني مش سهلة وتحتاج إلى العناية بعد العملية فترة طويلة، فأنت ممكن تعيش بدون العملية. وبالفعل الحمد لله أقدر أمشي وأركض شوية يعني، وبالتالي حاليا الرباط مقصوص يعني من سنة 84. نعم، الله يعطيك الصحة والعافية. دكتور، ما بعد الاعتزال ما توجهت للعمل في الرياضة، ولكن كان مجالك مختلف؟ طبعا بعد الاعتزال كان التعليم، طبعا رحت أمريكا بعد ما خلصت جامعة قطر، عملت معيد في جامعة قطر، ثم انتقلت إلى
أمريكا، عملت ماجستير ودكتوراه من 84 إلى 90، فكانت فترة دراسة، ما كان عندي فرصة. رجعت طبعا سنة 90، وأول ما رجعت طلبوا مني نادي السد أنضم إلى عضو إلى مجلس إدارة النادي، وهذه كانت بداية أيضا الرجوع إلى الحقل الرياضي مرة ثانية. وبالتالي بديت شاركت النادي في فترة، في فترات من فترة في إدارة نادي السد من ضمن أعضاء نادي الإدارة، وكان عبد الله العطية رئيس النادي، ومعنا ناصر العلي وآخرون. بعد ذلك طبعا زاد مهمتي التعليمية والبحثية وأيضا الأنشطة الاجتماعية، لأن تعرف أنا منذ صغري كنت في الكشافة، ثم انتقلت إلى العمل المجتمعي فيما بعد، وكان أنشطة مجتمعية أيضا جزء من مسؤوليتي تجاه مجتمعي. فطبعا لم يكن لي يعني فرصة أني أتواصل مع التدريب أو تعليق أو، وكان جميل أن نترك للآخرين أيضا الآخرين. ونلاحظ اليوم مثلا بدر بلال وأيضا خالد سلمان والآخرين اليوم موجودين في الحقل هذا، منهم طلع حكام، منهم أيضا دخلوا إلى تدريب، منهم طبعا تركنا هي لم يدخلوا في أي قطاع، ولكن هذه سنة الحياة. الإنسان هو أيضا في بعض الأحيان ينتظر توفيق، وأيضا توفيق من الله سبحانه وتعالى في مسيرته. دكتور في الختام كلمة ختامية. طبعا أولا نبارك لدولة قطر، نبارك لإعلامنا الذي لا شك هو أيضا أعتبره طبعا رمز من رموز التطوير، لم نتكلم عنه يعني هذا حدث، سواء كانت في الإعلام المكتوب أيام الصقر وغيره من المجلات. أنا وثقت الرياضة في قطر في الفترة الماضية لما كنت في هيئة العامة للشباب والرياضة، حرصا مني عن يبقى هذا الإرث، فبالتالي قمت بتصوير جميع ما كتب، حتى مجلة الشعلة اللي كانت تصدرها شركات البترول، ثم جميع صفحات الرياضية في المكتبة تم تصويرها، ثم أيضا نقل جميع ما أذيع في إذاعة قطر، تعليقات وغيرها وتلفزيون قطر. وهذه الفترة وأيضا عملت الكتاب اللي هو الموثق للرياضة في قطر اللي هي الأندية، كان مفروض أعمل 3 مجلدات، واحدة للأندية، واحدة ثانية للعيبة، وثانية وثالثة لباقي الإعلام والمعلقين والجماهير، لأن هذا إرث لابد أن يوثق. وبالتالي أيضا هذا من إسهامات التي كنت وفخور فيه في لما كنت أمسك إدارة التخطيط في الهيئة العامة للشباب والرياضة. وبالتالي دعوتي طبعا نستمر في العمل والنشاط، كل يكمل بعضه. الرياضة هي شبكة من التعامل، شبكة من العمل الجماعي، لأن كل يغذي للوصول إلى المحصلة الأفضل. ونهني أميرنا المفدى على سمعة قطر في الحقيقة في تنظيم هذه البطولات العظيمة، سواء كأس العالم أو كؤوس خليجية أو إقليمية. أصبحت مدينة الدوحة في الواقع رمز للرياضة، ليس فقط كرة قدم ولكن الرياضة بصفة عامة. والإنفاق في الرياضة هو استثمار على المدى البعيد، يعني فوائد عظيمة قد لا يحس الإنسان، ولكن هي فوائد عظيمة تأتي على شكل سمعة طيبة، تأتي على شكل سياحة، على الاقتصاد، على الصحة، كل جوانب تتطور أيضا لتغذية هذا الجانب. فبالتالي نبارك لاعبينا، نبارك ونأمل إن شاء الله وصولهم إلى المباراة النهائية خلال هذه البطولة الآسيوية 2023 بإذن الله. كل الشكر لك دكتور سيف الحجري، وشكرا لك على هذا اللقاء والحديث عن مسيرة الحافلة لك مع الأندية والمنتخب والعمل المجتمعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدك بالصحة
أو العافية. كل شكر الدكتور سيف الحجري، وبلا شك الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وزاوية جديدة مع نجم وأسطورة من أساطير كرة القدم القطرية. في أمان الله.